الصحة بقى، والصحة على فكرة الملف فيه أمور كثيرة جيدة. أنا نفسي شتها موضوع فيروس سي 100 مليون صحة. أنا يعني قبل ما حضرتك ترد، حتى التأمين الصحي، لأنه الحقيقة ده مشروع طموح جدا، بس أحب أسمع من حضرتك ماذا عن الصحة قادم. طيب، فيما يتعلق بالصحة الحقيقة دي من نقاط القوة الكبيرة لدى مرشحنا. أولا هو التزام دستوري، ثانيا هي مسألة أمن قومي، يعني صحة المصريين أمن قومي، والوقاية خير من العلاج. طيب تعالي كده نمشي مع بعض شوية مجالات الصحة إيه. إحنا عندنا في إنفاق عام على الصحة، عندنا العلاج على نفقة الدولة، وعندنا منظومة التأمين الصحي الشامل، وعندنا المبادرات الصحية. فيما يتعلق بالمبلغ المنفق على الصحة بشكل إجمالي، كان سنة 2014، وبأكد مرة تانية هذه أرقام رسمية وحكومية ومعلنة تاني، تمام كده؟ تمام. 2014 كان 42 مليار جنيه، وأؤكد أنها 42 مليار جنيه. سنة 2023 222 مليار جنيه. طيب البنية التحتية الصحية تم العمل فيها على 1135 مشروع بتكلفة 100 مليار جنيه. منظومة الإسعاف نفسها تم إضافة وحدات إسعاف ثابتة ومتنقلة بعدد 2200 وحدة إسعاف. 2200 وحدة إسعاف. تم إنشاء مراكز للبلازما، مراكز تنمية أسرة، مجمعات للقاحات والأمصال. ده فيما يتعلق بالإنفاق العام. طب العلاج على نفقة الدولة، شوفي حضرتك سنة 2014 كان المبلغ المنفق 3 مليار جنيه، سنة 23 المبلغ ده وصل ل 17 مليار جنيه. هل ده معناه؟ هو المهم بس هذه الأرقام تمثل كم من ميزانية الدولة، لأنه الدستور بيقول من الناتج القومي الإجمالي، الدستور بيقول الصحة يجب أن ننفق عليها 3% من الناتج القومي الإجمالي، والتعليم 4% من الناتج القومي الإجمالي. نعلن الالتزام الكامل والمطلوب والصارم احنا بكل من الأرقام دي. كويس، ما هو أنت رايح لها. يعني أنت رايح لها، وبالمناسبة هتزيد عليها. هتزيد عليها، لكن المهم الاتجاه السياسي. طيب لو انت حضرتك عاوزة تقولي كم واحد استفاد من العلاج على نفقة الدولة، انا مش عاوز اقول الارقام، لكن سنة 2014 استفاد 900,000 مواطن، سنة 23 2.2 مليون مواطن، بزيادة مقدارها 130%. مشروع التأمين الصحي الشامل، ممتاز. أنا عارفة أنه مرشحكم طلب ضغطه أنه ما يخلص، كان المفروض يخلص أعتقد في 15 سنة أو على ما أظن، وطلب ضغط هذا المشروع. متوقع هذا المشروع ينتهي إمتى؟ ما عنديش يعني الإجابة المحددة، ممكن نرجع في هذا الموضوع للحكومة. لكن الحقيقة ده مشروع مهم برضه. خلينا نشوف المحافظات اللي انتهى فيها تطبيق التأمين الصحي الشامل، أخباره إيه؟ بورسعيد، رائع. كل أنا قابلت ناس كتير ماشي قالوا إن هو مش رائع، أكتر من رائع. طيب تعالي نتكلم شوية عن المبادرات الصحية. في أكتر من 100 مبادرة، في أكتر من 14 مبادرة. المبادرات دي كلها معتمدة على حماية المصريين وحماية أجيالهم من الأمراض اللي ممكن تأثر عليهم في المستقبل. أكتر حاجة كانت بتأثر على المصريين فيروس سي. أزعم أولا 14% من الشعب المصري كان مصاب بفيروس سي. صحيح. 14% مبلغ، صحيح. يعني رقم مفزع. مصر أعلنت الدولة الوحيدة الخالية من فيروس سي. الدولة ده لو ما حصلش في مصر غير القضاء على فيروس سي الشبح يعني المستمر لكل الأسر المصرية، خصوصا في مسألة الريف وفي الصعيد، ده كفاية جدا. احنا عندنا مبادرات لدعم صحة المرأة، مبادرات للتقزم، مبادرات للاعتلال الكلوي. حضرتك بتتكلمي في حاجات، في انجازات. اولا ايه الهدف من الانجازات دي؟ حماية المصريين. ما هو الدافع وراء انفاق هذه المبالغ؟ هي احترام المصريين والحرص على صحة المصريين. هل المبالغ دي كانت بتنفق قبل كده؟ لا، ما كانتش بتنفق قبل كده. هل المبادرات دي كانت بتتعمل قبل كده؟ لا، ما كانتش بتتعمل قبل كده. طب هل احنا ناويين يعني في الحملة ومرشحنا ان احنا نكمل في هذا الطريق؟ نعم. عشان كده فيما يتعلق برؤية المرشح المستقبلية، هناك التزام صارم بالنسب والمقررات الدستورية. سيتم الاهتمام بشكل كبير والتركيز على العنصر البشري، الأطباء والتمريض. يعني ان احنا
وبأكد مرة تانية أنه لا يوجد علاج جيد من غير مستشفى جيدة وغير مجهزة.